يوم وصفتنا عملنا مربى كرز. مين منا ما بحب الكرز؟ شوفوا هالألوان. شي بيشهي. الكرز الأسود عكل كيلو حطينا نص كيلو سكر ونص حامضة بدون ماء بدون شيء على النار تقريبا 40 دقيقة. ورجعنا عملنا صوص التوبينج من هالنوع الكرز الأحمر وحطينا على التشيز كيك مثل ما عم بتشوفوا. هون كمان بدي ضيف عليهم كمان المربى، مربى الكرز الأسود. يعني شو بدي لكم، عن جد طلعت فيهم مرتبينين صغار على كل كيلو. شو هالألوان، ألوان غير شكل. كمان بكرة بدي نزلكم وصفة التوبينج الكرز، وبدي أعمل من كرز الأسود كمان توبينج لكل أنواع حلويات، الموس، كل أنواع. شوفوا كيف هالطالع غير شكل. اليوم وصفتنا بدنا نعمل مربى الكرز. أنا نقيت هالنوع، ما نقيت لون الأسود كتير، حتى بتعرفوا بس نطبخ المربى هيك بيتغير اللون. مثل ما عملنا نفس الشي مربى المشمش، كل كيلو كرز أي نوع أو فريز بدنا تقريبا 500 جرام سكر. هلا بعد شوي أنا أكيد غسلتهم نظفتهم، بدي شيل الحبة منهم. هون عندي كرز أكيد غسلت نشفت وشلت كمان بذرة، بتقصوا إذا بدكم في آلة خصوصي أو فيكم مثلا بالشيليمون، أنا الصراحة بالسكين. هون على الكيلو نص كيلو سكر عندي، وملعقة ونص كمان كبيرة عندي ليمون حامض. بهالطريقة مثل كيف عملنا المشمش نفس الطريقة، بدي خلي 7 ساعات او كل الليل، انا بدي خليه لكل الليل. هول عندي الكرز مش حلوين كتير بدهم شوي سكر. بعد ما حركتهم منيح، هون عنا الليمون الحامض، في منهم بحطوا حامض الليمون مش غلط كمان. هلا كل ساعة ونص ساعتين بدي حركهم كمان، وبدي خلي لتاني نهار للصبح. لمربى الكرز مثل ما شفتوا قبل 10 ساعات شلت العجوة، لكيلو كرز حطيت نص كيلو سكر، تركت كل الليل. هلأ شوفوا هالسائل ظهر منه، وحطينا ملعقة ونص كبيرة ليمون حامض. تقلكم شو وظيفة ليمون حامض؟ وظيفة ليمون حامض إذا ما بيخليه يبرغل. هلا نحن وعم نطبخ بتشوفوا بيصير سيرو من هالسكر. هلا اذا ما حطينا الحامض، عصرة حامض، بعد جمعه جمعتين بتكونوا حاطين بالمرتبين ببرغل. كرمال هاي شيء نحن بنستعمل، يعني مهم ما بيسكر السكر. هلا بدنا نحطهم على النار، على النار هادية. هلا حطينا على النار، ننتظر شوي تيغلي المزيج وبتشوفوا الرغوة. هالرغوة كلها بدنا نتخلص منها تقريبا ربع ساعة، مثل كيف طبخنا المشمش تقريبا 40-45 دقيقة نفس الشيء. أكيد كل شوي بدنا نحركهم. بلشت الرغوة تطلع، شوفوا هاللون الحلو. هلا بعد شوي 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 بدي بلش شيل الرغوة.
شوفوا هاللون الكرز الحلو، عن جد غير شكل. بعدني عم شيل الرغوة، مهم ولا نقطة مي ما بدنا ندفلون. هلا طفيت النار، شوفوا هالمزيج بدنا ننزلهم على الطبق كبير. انا تقريبا طفيت ب 35 دقيقة كيف. ليه تقلكم السر؟ هلا مثل ما عم تشوفوا هالسائل، هالسائل ما خليت انه تجمد. ليه؟ لان انا بدي بعد شوي، هلا لان كثير سخنين ما في يشيلون، بدي اخذهم بدي احطهم بالمرتبات، بستعمل فيهم التوبيك للحلويات مثلا مثل ايس كريم انا وعم اقدم، عوجهم لتشيز كيك، اي نوع من حلويات كمان. هاي السر عم بعطيكم بهالطريقه، انا باخذ منهم